قاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الناب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية فرسان الفريق الملكي للقدرة في بطولة العالم للجياد 8 سنوات المقامة في إسبانيا بمشاركة أكثر من 57 فارسا وفارسة يمثلون 20 دولة. وأنهى سموه المراحل الأولى في الصدارة المشتركة على الجواد دي جليمة مع فرسان الإمارات وإسبانيا. وحرص سموه الشيخ ناصر بن حمد على توجيه الفرسان خلال المراحل، خصوصا أن الفريق الملكي يشارك بوجوه شابة في إطار رؤية سموه الهادفة إلى خلق جيل شاب قادر على مواصلة ازدهار وتطوير رياضة القدرة البحرينية. وسار الفريق الملكي للقدرة في المراحل الأولى حسب الخطة والتوجيهات التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد وسط منافسة قوية ومثيرة في المراحل من الفرسان المشاركين. وتشهد البطولة مشاركة واسعة من فرسان العالم الذين يتنافسون للحصول على اللقب.